طب كيف خرجت يا أبو نضال من هذا المقر يعني الحمد لله بعد عامين من الاعتقال؟ بالطبع النظام الإيراني أنا قبل كل شيء علي أنا أنوه كانت لدي حماية دولية وكان وجودي في سوريا بشكل رسمي ومقبول من الأمم المتحدة، والنظام الإيراني بالتعاون مع الأسد يعني مخابرات النظام السوري سلموني خطفوني خطف بطائرة خاصة إلى طهران، وكانت خلف ملف الأمم المتحدة والعفو الدولي، فحقيقة لم يصدروا علي حكم إعدام، صدروا علي حكم 20 عام، 20 عام سجن خارج الأحواز بشكل عام، 10 داخل السجن و10 نفي بلد، أنهيت 10 أعوام، 2 في المخابرات، دهاليز المخابرات، 3 سنين في سجن كارون، و5 سنين في مدينة دامغان في وسط بلاد فارس، والعشرة الأخرى نقلوني مباشرة من دامغان محافظة سمنان إلى مدينة استهبان 1600 كيلومتر خارج عن الأحواز، 1600 كيلومتر خارج الأحواز، وكان ممنوع علي أن أدخل كل الأحواز، كل دولة الأحواز المحتلة أن أدخل إليها. فبحمد الله وبالتواصل عائلتي الذي كانت خارج البلاد مع الأمم المتحدة والعفو الدولي وأيضا مملكة السويد الذي كانت تتواجد عائلتي هناك بعد خطفي نقلوهم من سوريا، فتم الاتفاق أن أخرج من مدينة استهبان الذي كنت بها، لا يجوز لي أن أخرج خارج المدينة، وبالسبوع أوقع 3 مرات عند المخابرات، فتمكن يعني حقيقة وهذا أقولها أمام الشاشات يعني في قيادة الجبهة الديمقراطية الشعبية والأمم المتحدة والحكومة السعودية أن ألقن نفسي خارج جغرافية إيران وأعرف نفسي للأمم المتحدة، وخرجت بشكل غير قانوني بمساعدة أطراف لا أعرفها حقيقة من قريب، نقلوني إلى الأمم المتحدة في تركيا، ومن تركيا تمكنت الحكومة السويدية والأمم المتحدة لنقلي خارج البلاد.